والله بالشباب اخره عادي ينزل على السيزن. ايش اسوي كنت مسافر ما تدري اني مسافر ما تابعت الانستغرام ولا سناب بعدك نص عمرك يا رجال. والله جد يعني السفره اللي راحت ابو يومين كذا كانت العلا استكنيت استكنان تمنيت اني اطول يعني سعد يعني ما نقدر نقطع عنكم اكثر من كذا وثلاث مقاطع ركت لي قرباط. متى صارت هذه اللي شرى كريدت زي ما شريت انا من كايزن وحط كود في اس ال خصم له الف مبروك خلاص كايزن شال الخصم هذاك الخصم كان اسطوري لدرجه انه والله العظيم اول ما رجعت من السفر على طول فتحت تطبيق كايزن طلبت لاني ابغى الحق الامانه على الكريدت والله جد اني اتكلم كنت ابغى الحق لكن اللي ما لحق تخيل انك تشتري اغراض ركت ليك واذا ما استلمتها خلال 24 ساعه راح ترجع لك فلوسك وتاخذها ببلاش ما يحتاج تتخيل هذا هو كايزن ودك باغراض كريدت رفع رانك حتى تقدر تبيع لهم الاغراض كل هذا وبارخص الاسعار حرفيا وعندهم كل المنصات كل طرق الدفع متوفره عندهم حتى الابل باي. لا تنسون كود بي اس ال قبل ما تشترون. يعطيكم العافيه خليكم على المقطع خلونا نشوف الحين سيز جديد. والله العظيم اني تحمست يوم شفت البورش يا قلبي هذه طبعا من سيارات احلامي اللي اتمنى باذن الله يا رب يا كريم اني يوم من الايام اشتري البورش 911 حب يا عيال والله العظيم اني احب السياره ما شاء الله تبارك الله للي عنده يعني الله يرزقنا ان شاء الله. اشتركوا بالقناه خلونا نوصل مليون عشان نسوي اعلانات نجيبها ان شاء الله. كود بي اس ال يا شباب سكت حاطين كود بي اس ال حاطينه في الايتم شوب تشتري الحين الروكت باس اللي سمعت ان هذه الهيد بوكس حقها دومينز للاسف لكن راح نشتري سيزن الله يعني شو نسوي. بسم الله وعلى بركه الله راح نحط كل شيء يمدينا ناخذ اكس بي هنا على طول ليفل على طول خلص الركت باس. طبعا لعبت اقيام بدون تصوير لكن للاسف الاقيام كانت فاشله بشكل مو طبيعي واحد داخل معي يترول عادي ولا وقران شامبيون قلت والله ما اصور الا اخر ثلاث اقيام. اسمع طم الطرب قريت باس يا رب الله الله قريت باس انا قريت باس يعني والله يا صوتها طرب ما توقعت كذا. اوكي هدف 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 يا ساتر اوكي بيدفه صعبه صعبه والله بنشوها يا ساتر جيب المسافه و111 والله صوت البوست حقي يا ريال لا 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 جابها اوكي ناخذ البوست عنه يا رب الغبنا والله يا فيك لي خوينا والله يا فيك لي ما ادري بيطير مو بطاير لا والله قهر كنت بمشي فيها اوكي الحين خوينا شايتني يقول نو بروبلم اوكي صدتي خايسه اسمع ليش شايتني انت امشي اخذ البوست قريت بس يا ساتر ها ضبطتك يا خوي انكر الجميل ها مشي يا خوي والله معك والله معك اوكي اوه جريت باس والله لو مشالي على طول شت خلاص ما قاعد ينتظر ما ادري ايش حلوه والله حلوه ما مع بوست يا خوي ما مع بوست يا عمري هدفك نايس خوينا ما يعطيني ثانك شيء طيب خوينا مشى عشان كذا ما فيكت والله كنت بروح فيك فيكينج 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 يا اخي حرام عليك والله يوم شفته راح البوست عجزت افهم والله عجزت افهم حرام خوينا يبغى يفرفت ليش؟ هدفك هدفك لا هجت فيه اشوى الحمد لله الحمد لله ما معه بوست ولا كان جي جي والله اعطاك والله اعطاك يا ساتر امشي تكفى خوي برا لا اله الا الله هدف تكفى خوينا وين؟ والله العظيم اني قاعد ادوره والله والله قاعد ادوره ما ادري هو بيطق الكوره وبطاقه ما بخش عشان الثواني هذه يا رب ان اطير فوق بس والله احس التركيز معدوم شوي بس ان شاء الله نسوي شيء ان شاء الله اوكي في لاق غريب كذا لا 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 شات اول جيم اولي شكل الاقيام تطول كانت المية ثلاث اقيام بس لعلها بتهج والله والله لعله بتهج يعني يمكن اصور 60 جيم اعرض لكم بس ثلاث ايام حلوه عادي عادي تصير ترى بعض الاحيان يعني اصور ساعتين ونص ساعتين انزل لكم بس 10 دقائق يعني ضبطونا باللايكات الكومنتات شباب منتها هوت بوكس حقها فينيك شيء زي كذا كتين تحس انك تمشي بقارب شوي بس انه يعني لا باس لا باس بسم الله اوكي تاخر هذا ان شاء الله نلحق خوينا حلو ابغى بوست بس كريت باس هذه حركات دومينز هذه حركات الدومينز بالضبط تعطيها كذا حبه والله طقاتها ترقويه والله احس تركيزي معدوم ما ادري ليش عشان ما تعودت على الاضاءه ولا ايش مديني مديني
شو حاولت اني استهلك البوست على قدر لهذا. برا 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 والله اني ابغى اروح البوست والله ادنى بيصدمني. نايس شوت تاني ما ادري ايش صار يعني. والله يا تشغيلة السيارة مو طبيعية. يعطيني انكبهم انكبهم شوي بهذلهم. ادري انك نيد بوست عشان كذا ما انا اعطيه البوست. ما ادري ايش قاعد اقول. ما ادري ايش دخلها اصلا. وذا يبغى يصدم المريض. حلو نايس شوت والله نايس شوت. اوكي خوينا بيروح اير دراج. والله وين الفراق؟ وش صاير؟ الو 4-0 ايش فيه؟ والله خوينا عرق عليهم. هافوك معرق. انا ليش قريته معرب؟ اوكي انسحبوا. بقينا اخر جيم حق تصنيف. غالبا بيحطوني دايموند غالبا يعني. والله اتوقع دايموند لان هذول دايموند 3 مثل ما تشوفون. ان شاء الله انهم يبقون على تشامبيون 1 يا رب. والله جيم كثير خسرتها. الغبنة. سوي تكسك علي قبل شوي. نايس شوت ها. واو جريت باس. هاي جريت باس. هاي صدق جريت باس. جريت باس بس مو فايزين. باذن الله ما يفوز. والله كانت النية شيء ثاني يا اخي. واو نايس شوت. وات ا سيف. السيارة للحين ما تعودت صراحة. ما يلحق دم الزبد. وات؟ كريت باس والله العظيم كنت ابغى الحقها بس كذا ما توقعت ان خوينا جاي. كويس انه شاتني الظاهر. تكفى تكفى خوي يا رب. اي وات سيف يا شيخ وات سيف. والله شبت لهم نشبه حلوه. والله بعيده بعيده. امشي يا عمي. والله يفهم خوينا يفهم يفهم والله يفهم. حلوه حلوه. اوه يا جريت باس. ارا جريت باس. ليش تقول نايس شوت في بدايه بدايه؟ ليش تقول لا لا ما يفوز ما يفوز. وات والله ما توقعت انه يشطف ذا. بشوت خويه الحين شي وي. يا ساتر لك. تفهم تفهم تفهم. انشب بس تكفى انشب. بعيد يا اخي. اوف والله بغت. كلوز 1 كلوز 1 جابوا هدف. يلا جي جي. مالك وجه تقولها. بوب بوب بوب. لا 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 ما تصير. تكفى تكفى ما تصير. لا يا خوي حرام. والله توقعت انه بيصير شيء ما ادري ليش من بدايه الكيك اوف. بس انت فايز باذن الله. ما انت فايز. وات ا سيف وات ا سيف يا عمي. طير طير. ايه اطلع اطلع اطلع. جي جي خوي مع فور. توني الاحظ يعني. رحنا دايموند 3 ديفجن اي في. ناخذ بوست. شكرا سيارة بهدف عليكم. تكفى ويجي بهدف على المرمى. واو بغيت اكسر الجير اكسر رقبتي. هدف هدف. ايه هدف ايه هدف. ناخذ بوست خوي. اوف والله صدها لك يا خوي. لا برا برا حرام والله حرام. شوت انا سمعت صوت سياره. سمعت يا خوي ولا مين؟ يا عمري نايس شوت لك. ايوه ما تبغى تدخل. شكرا اخترقت السياره سبحان الله. تكفى لا تجي هدف ذي. تكفى تكفى تكفى. يا ركت ليك. شوف تخليصتي المفروض تروح هناك بس سبحان الله. يمديك هدف لك. تكفى لا لا يا خوي ما تعطيهم. تكفى القولون القولون بينفقع القولون بينفقع. تفهم تفهم تفهم. بس نايس شوت. نو بروبلم نو بروبلم. يعني وقف وجهي بس انه كان يمدي يطقها وانا باوخر عنه بس ما قدرت. يعني كل الطرق تؤدي الى روما. هدف. اوه والله وتسيف اسطوره اقسم بالله. تكفى ايه نايس شوت يا شيخ. برا اوبا يا شوت كلوز 1. يا ساتر بنجم الارض. خلاص ما قصرتوا يا شباب. اللي بعده اللي بعده بسم الله. هدف نايس شوت يا شيخ. تكفى
تفهم والله تفهم والله نايس شوت. اخيرا احد يفهم اخيرا هدف. لا برا اخي الغبنه بيصدها. والله جابها الاسطوره والله اسطوره. ايش ايش مستحيل مستحيل. اكفى يا خوي يمديك اخي يفهم يفهم والله يفهم. نقش لا تكفى لا لا تفهم. انا ليش صدموني دايم ايش السالفه؟ شوف جيب البنك بس على طول 100 ما يصدق قال الله. لا لا خوي لا تجلطني تكفى والله كان مفروض هذا اخر جيم بس لا تجلطني تكفى. بس ايزي يا شيخ والله طقاتها خرافية السيارة مرة طيران مدري ايش والله ما تنفع صراحة ما اعرف اطير فيها يعني والله يا لاقي شق الوجه. تكفى يا لاق دو فليب. لا اله الا الله انا ما ابغى افرح عشان ما يكون كذا بدي يرجع الكورة يقول لا ما في هدف بس صارت الحمد لله يا رب الحمد لله الله بارك الحمد. والله قريت بس اقسم بالله قريت بس وخفت اني اضيع والله اني خفت برا اقسم بالله اللاق شاقني شق والله خش على بعض. لا يا خوي لا ها تسويها كذا فجأة ان شاء الله هدف يا رب. هي يا شيخي هي قريت باس. يعطيكم العافية اشوفكم على خير سلام.